بسم الله. السلام عليكم. نار عالية بدون زيت، ننزل الدجاج، كركم، بهارات صحيحة، نقلبهم وننزل ماي مو كثير، بس كاس وثلاثة أرباع. نتأكد أن الماي يغطي جميع القطع وننتظره إلين يغلي. تشيل الزبد، تغطوه على نار متوسطة 20 دقيقة. زيت، بصل وثوم وزنجبيل وفلفل أخضر، نقلبها بس 10 ثواني. مباشرة ننزل حبوب الكزبرة وأوراق الكاري، نخلط. مجرد البصل يشقر ننزل قرن مسالة كزبرة، ملح، فلفل أسود وأحمر وكشميري، خلطوا. خفف النار ونزل شوي من المرق، حركوه وغطوه على نار خفيفة 4 دقائق. نزل الدجاج، خلطوه. إذا أخذ من لون التتبيلة نزل السمن، أنا نزلته بس نسيت ما صورت، وحركوه مع السمن باستمرار. هذه العملية الهنود يسمونها روست، معناتها التحريك على نار خفيفة مع سمن أو زيت. الحين فلفل أسود مجروش أيضا حركوه، شوية مرق من حق أول، وعلى نار خفيفة غطوه تقريبا 10 دقائق. هذا المطلوب، أنا بيطلع في لون. زيادة مرق ونحرك، خلاص جاهز. نطفي النار ونغطيه لوقت التقديم. بالنسبة لبقية المرق بنزل عليه ماي وملحه وسوي فيها الرز.